لو تاني الحرب دي زاد أكتر من كده أو كان في تدخل في أي منطقة تانية، تماما 100% إنه تاني ما حنقدر ناكل ولا نشرب. أنا كنت متواجد في خرطوم 2 يوم السبت، كنت قاعد في البيت ومع بداية الحرب ما طلعنا، على حسب إنه الناس خايفة والرصاص والشبابيك والناس تقعد. قاعد في البيت لحد 5 أيام، جينا الجزيرة بيت مدني، مشيت قرية الدوحة، جيت راجع مدني على أساس إنه نشوف مراكز الإيواء. سمعنا إنه في مراكز في مدارس كتير، الناس نازحة كانت كتير من الخرطوم. بدينا في مراكز الإيواء، نمشي نحصر الناس نشوف العدد كم. يوم 11/5 بالضبط بدينا الشغل تطوع مع ال WFP حدي مع الحرب بتاعت مدني جات. أكبر أكبر داخل البرج مدني. استمريت في النزوح، مشيت سنجا ومشيت بعد القضايف كسلب والسودان، وجيت راجع مع منظمة تاني اللي هي منظمة كلنا غيم. كان عندنا الحصة المفروض تتوزع على 6000 أسرة. 6000 أسرة دي موزعة على 4 محليات اللي هي سنار، سنجا، أبو حجار، السوكي، مقسم على حسب الداتا بتاعة المراكز أو على حسب البيانات بتاعة النازحين في مراكز الإيواء. أول فترة اشتغلنا حصة غذائية بتاعة شهرين، اشتغلناها ووزعناها في شهر 4 و5. الشهرين دول وزعنا الحصة الغذائية بتاعة 6200 أسرة. العيد أو في نص شهر 7 ممكن نشتغل ريجستريشن، تسجيل جديد للنازحين في مراكز الإيواء. على أساس أنا جينا نشتغل تاني. للأسف لحد الفترة دي إحنا ما صرفنا مرتبات، مرتب شهرين ما تصرف. كنا في حالة سيئة شديد في موضوع إنه المصاريف، القروش. المنظمة القروش 200 بيحددوا لنا يوم ما تطلع فيه. على الضرب بتاع جبل مويه بقى في رعب وهلع في منطقة سينجا وسينار والمناطق دي، إنه سينار حيدخلوا الدعم السريع. بقت في جزء من المنظمة طلعت عليه، عملت ايفاكويشن إجلاء للناس بتاع الإسطاف بتاعهم، طلعوا. إحنا بقينا قاعدين ما عندنا حتى حق الأكل ما عندنا. بدينا من الدين، يعني من الدين، من مش هو بدينا من الدين اصلا، كانت علينا ديون كثيره. لكن لما بقى موضوع انه اكل وشراب ما عندنا، بقينا الدين بتاع الدكان لحد اليوم بتاع الدكان داير. 6 القهوه عايزه، 6 الاكل عايزه، بتاع المطعم عايز، وما عارفين نتصرف كيف. اذا حصلت ضربه احنا ما عارف نتصرف كيف، لانه ما عندنا حاجه في يدنا وما عندنا قروش. قعد جزء من الاستاف مع إدارة المنظمة إنه ده تاني يوم للضربة بتاعت جبل موية، إنه يا أخي لو حصلت أي حاجة أنتوا بتقدروا تطلعونا وكده. قالوا يا خلاص ما في مشكلة، بنطلعكم. قعدنا لحد ما جات ما قدرت أنا أعرف أتواصل مع منوزاته أصلاً. وكان لسه في بالنا انه الناس دي طلعت كيف، الناس الكتيرة دي مرقوا، هل وصلوا لحتة آمنة؟ لحد ما وصلنا القضارف، بدينا الشبكة في القضارف جات، بدينا نتواصل مع الناس الحاصل شنو ورانا. ما كان في حاجة مطمنة صراحة. يعني هسه حاليا الليلة المشاريع الزراعية مثلا الجزيرة، الدالي والمزموم، مشاريع سنار كلها طلعت برا الخدمة. الكلام ده قبل شهر صفحة الطماطم ب5.5، الليلة صفحة الطماطم ب105 الليلة. يعني الناس حتاكل شنو؟
يعني ده اقل حاجه ممكن السلطه دي الناس تاكلها بعيش، بكيس ربيع عيش، باي حاجه. يلا اذا كان دي ما دي غاليه، ما بالك بالحاجات التانية. بس ربنا ان شاء الله يصلح الحال، نتمنى بس انه الحرب تقف لحد هنا.